مكان زوين هذا المكان، جا حدا لاباز ندير في هاد القهوة فيها فين يلعبو الدراري، تيجيو العائلات كاملين، حتى اللي بغا ياخد شي ساندويتش تيطلع على واد سبو والمرسى، المرسى هي الواد، تبدأ نتابع الأطلال ديال البحر. شكرا الرمل الذهبية البحر هي هاهو تيبان قريب لاباز، هاهي هذا لاباز، كاين واحد القاعة ديال الأفراح، ولكن قهوة زوينة الخضورية، يقدر الإنسان يجلس، وفيها مسجد زوين، تا اللي بغا يصلي يجي مع العائلة ديالو، والثمن ديال الماكلة رخيص، ولكن اللي بغا يقضي العشية ديالو بعيد من الصداع ديال الطوموبيلات والكارو، تا الإنسان اللي كان بوحدو بلي بالقراية يجي مع جورنال ولا كتيب ولا شي مجلة، يدوز نهار بخير. ها المياهات كاين هادو بعض الصيادة تيصيدو، قال تيصيدو هذاك الحوت، تعملو الشبكات ديالو، تتبنى هذيك البناية ديال الميناء، ها هي باينة، ها هي هذيك الباطيم، ها هي البناية قديمة، ها هي قديمة، كانت هذيك البناية خاصة ديال الحبوب، ها لاصق فيها واحد الجامع تا هو. كاين هاد البنايات اللي عاد ولاو آخر بناية، وهي هادي وقلا فيها شي 12، هي عاد طلعت فيها شي 12 طبقة، شتا أخيرا كان عبارة عن واحد مقازة كبيرة، ولكن طيحوها طلعت تبنات، هاهي آخر بناية جديدة تطلع على هاد، تقولوا لها حنايا الجهة ديال الواد كنا شحال هادي تنجيو، هادي هي الانطلاقة اللي بغا يمشي المهدية، هي واحد المكان فيه هدوء سكينة وبعيدة، كراسة زوينة، مقهى زوين، أو عائلات، كان هذاك المكان مخصص للأطفال، جي ما تخاف لا على ولادك لا والو، عدة ألعاب ما تخلص عليهم والو، أنت جالس في قهوة تتشرب، ولادك مقابلين معاك، ولا ولدك صغير يلعب مع هذوك الناس، ما كاينش الهدوء التام. هادي أحسن قهوة شتا في مدينة القنيطرة حاليا، جلست فيها ارتحيت فيها، تغديت أنا والزوجة ديالي، وعودت على الأخ ديالها عنده الإبن ديالو، قلت ليه لحقوا علينا دابا ويدوزو معنا هاد العشية، طالمور العصر 5-6 هادي يمشي بقى إنسان، عاوتاني نرجع للدار ديالو، نهار زوين ومكان زوين، وأكثرية في هاد الأيام الصيفية. ها مزيان دابا الناس باقي ما جاوش، كاين اللي دابا باقي تغداو ناس، ولكن مور العصر ما تلقاش المكان ديالك هنا كاع، كاينش المكان، ما تلقاش المكان ديالك، قلت جميل جميل جدا.